ما هي شبكة أدميتات؟ لماذا يجب عليك العمل مع أدميتات؟ وما هي آلية عمل شبكة أدميتات؟ معكم روان ريحاني، مديرة إقليمية للمملكة العربية السعودية ضمن الفريق العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا بكم. سوف نقوم بالتعرف اليوم عن ما هي شبكة أدميتات. أدميتات هي عبارة عن شبكة تسويق بالعمولة، تقوم بدور الوسيط بين المعلنين والناشرين، حيث تساعد المعلنين على زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتمنح الناشرين فرصة لاستثمار الزيارات وجني أرباح. من هم المعلنون؟ المعلن يمكن أن يكون عبارة عن شركة عادية مثل متجر إلكتروني أو بنك أو شركة طيران، الألعاب الأونلاين، تطبيقات الهاتف المحمول، والذي يريد الإعلان عن منتجاته عبر الإنترنت. من هم الناشرون؟ الناشرون هم الأشخاص المستعدون لترويج لمنتجات المعلنين بطرق مختلفة وتأمين زيارات ثابتة إلى موقع المعلن من خلال مساحات إعلانية على مواقعهم. فالناشر يمكن أن يكون صاحب مدونة، المؤثرون، المنتديات على الصفحات والمجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مواقع الكاش باك والكوبونات، مواقع مقارنة الأسعار والأربيتراج. الأربيتراج هم الأشخاص الذين يقومون بشراء الزيارات وإعادة توجيهها إلى موقع المعلن بهدف بيعها بسعر أعلى والربح منها، إضافة إلى العديد من المساحات الإعلانية التي يمكن استخدامها كوسيلة للترويج لمنتجات المعلن. لماذا شبكة أدميتات؟ أدميتات توفر نظام تتبع متقدم وتضمن أن كل زيارة أو نقرة أو عملية شراء يتم تعقبها وتسجيلها. كما تقوم أدميتات بالتحقق من امتثال الناشرين لشروط وقواعد المعلن، كما تقوم بالتحقق من قيام المعلن بدفع كامل العمولة إلى الناشر. يتوفر لدى أدميتات نظام دفع بطرق مختلفة ومن دون أي تأخير، مثل التحويل البنكي، حساب البيونير، حساب الباي بال، التحويل عبر الإي بايمنت والويب ماني. تقدم أدميتات دعم فني متقدم لكل من الناشر والمعلن. لدى أدميتات قاعدة واسعة من الناشرين والمؤثرين وأصحاب بمحتوى مختلف أنحاء العالم. لدى أدميتات العديد من البرامج المتنوعة والعروض الحصرية. توفر أدميتات منصة وأدوات مصممة خصيصاً لتبسيط العمل في شبكات التسويق الرقمية، وبالتالي تساعد في نمو وزيادة الإيرادات. كما توفر أدميتات إمكانية الحصول على التقارير مع فلترة هذه التقارير حسب احتياجات الناشر. ما هي البرامج أو العروض في شبكات التسويق بالعمولة؟ يقوم المعلن بإضافة عرض أو ما يسمى بالبرنامج، حيث يكون صلة الوصل بين المعلن والناشر. يحتوي العرض على ما يلي: أولاً الإجراء أو ما يسمى أكشن، والذي يجب على المستخدم القيام به على موقع المعلن ليحصل المروج على عمولته. الإجراء يمكن أن يكون عملية شراء، تسجيل أو تثبيت تطبيق وغيره. يدفع المعلنون للمروجين ليس مقابل النقرات أو عدد الزيارات، وإنما مقابل الإجراءات التي يجب على المستخدم القيام بها على موقع المعلن، وهو ما يسمى بـ CPA، أي Cost Per Action. ثانياً، قيمة العمولة Rate، والتي سيدفعها المعلن إلى المروج لقاء رسب المستخدمين إلى موقع المعلن وقيامهم بأحد الإجراءات المطلوبة. شروط الترويج، أي الرولز، والتي يتم تحديدها من قبل المعلن والذي يجب على الناشر الامتثال لها مثل طرق الترويج المسموح بها. الدول المستهدفة، جيوس، أي الجمهور المستهدف، والذي يتم تحديده من قبل المعلن. آلية ومخطط العمل في شبكة أدميتات. الخطوة الأولى، كل ما عليك فعله هو التسجيل في أدميتات. الخطوة الثانية هي إضافة قناة تسويقية، أي مساحة إعلانية للترويج. الخطوة الثالثة هي القيام باختيار أحد العروض المتاحة في شبكة أدميتات والتقدم بطلب الانضمام لها. الخطوة الرابعة هي الحصول على الرابط الأفلييت التابع للبرنامج المراد التسويق له. خامساً، كل ما عليك فعله هو القيام بنشر الرابط الأفلييت والمواد الإعلانية عبر قنوات التسويق. وأخيراً، في حال قيام المستخدمين بالإجراءات المطلوبة من قبل المعلن، سوف تحصل على العمولة متفق بها، وذلك بعد أن يقوم المعلن بتأكيد الإجراء. وبعد أن تكسب الحد الأدنى من السحب من الأموال، يمكنك سحبها إلى حسابك البنكي أو إلى أي محفظة إلكترونية تدعمها شبكة أدميتات. شبكة أدميتات هي أكثر من مجرد شريك عمل، إنها علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة، الشفافية، الالتزام والنزاهة. شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وكمان شير. شكرا للمتابعة، ونشوفكم بفيديو تعليمي تاني بتناول شرح عن كيفية التسجيل في شبكة أدميتات. إلى اللقاء.